منذ أن توصلنا بالجرعة الأولى لقاح كوفيد 19 مندوبية وزارة الصحة بالطبع مع السلطات المحلية والسلطات الأمنية خرجنا الأرض الواقع الاستراتيجية التلقيح. كان تم الاختيار في الأول اللي كانت حتى لأن تعليمات من الوزارة أننا يكون البداية تكون بروغريسيف، أن تكون بداية ماشي في كل المراكز. اختارينا مراكز اللي هي عرفت واحد الحالة الوبائية كبيرة، تقريبا 3 البشويات وجوج ديال الجامعات قروية اللي فيهم عدد السكان وفيها تجمعات سكنية مهمة. اللقاح توصلنا به لو 25/1/2021 واللي مرت الظروف في ظروف جيدة تكونوا ممرضين وأطباء في مجال التلقيح. اليوم من بعد ما أعطى سيدنا لينسرو انطلاقة رسمية يوم الخميس بدينا اليوم المراكز بخمسة بدأوا العملية ديال التلقيح اللي كتستهدف أولا الناس اللي كاينين في الصفوف الأمامية اللي هما الناس ديال وزارة الصحة، الناس ديال وزارة الداخلية، الوقاية المدنية، الناس ديال التعليم في القطاع العام والقطاع الخاص، الناس ديال الصحة حتى في القطاع الخاص، كلهم بدينا بهم من اليوم إن شاء الله على أساس أننا نطالعوا هذا على واحد المدة ديال 10 أيام حتى 15 يوم. دونك تنتمناو أنه كل واحد يلعب الدور ديالو في التحسيس ديال المواطنين على الأهمية ديال الوقاية والأهمية ديال هذا التلقيح باش نكونوا كاملين نديروا واحد المناعة ديال الجماعة ونحدوا من الحالات الخطيرة ونحدوا من العدد ديال الوفيات. بالنسبة للفئة اللي هي مستهدفة بيان سور عندنا الناس اللي هما مسنين واللي العمر ديالهم تتجاوز 75 سنة فما فوق، وبالنسبة للأطر الصحية 40 سنة فما فوق، وبالنسبة للفئات الأخرى 45 سنة فما فوق. بالنسبة للعدد الإجمالي ديال هاد الفئات هذه تقريبا واحد 4800 ديال 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 الأشخاص اللي هما غادي يتلقحوا على هاد المدة ديال تقريبا واحد 10 أيام حتى 15 يوم. منذ بدأت هذه الجائحة ومنذ بدأ الاستعداد للتلقيح تكون فريق إسعافي مختص في الدعم النفسي والاجتماعي، ودورنا اليوم في هذه العملية ديال التلقيح أننا تنبداو تنستقبلوا الناس من الباب ديال المدخل حيث نعرضوا للتعقيم، قياس الحرارة ديالهم وجعل الكمامة، ثم تنجيو للمرحلة الثانية وتنقفوا لجانبهم وتتسجلوا تاخذوا استراحة مساعدة طبية، ثم بعد ذلك ترفقوهم إلى قاعات التلقيح، وبعد إتمام العملية التلقيح ترفقوهم القاعة ديال الاستراحة والانتظار. هذا الانتظار اللي تطلب تقريبا 15 دقيقة إلا بانت شي أعراض ولا شي حاجة، راه كاينين الناس اللي غادي يدخلوا ديال الصحة إلا ما كان، ولكن الحمد الآن تقريبا وصلنا واحد العدد ديال فوق 40 واحد لم تظهر أي علامة شي حاجة على أي واحد منهم، ولا الحمد العملية تمر في أحسن الظروف. الفئة المستفيدة كاينين اليوم كاينين درك القوى السلطات المحلية بالدرجة الأولى، كاين القوى المساعدة، كاين الدرك الملكي، وكاينين حتى مجموعة من الناس اللي تتجاوزوا 70 سنة هما اللي لاحظتوا معنا اليوم. اذا طبيعه الحال جميع الفئات الان، ولكن خصوصا اليوم مركز على السلطه المحليه بالدرجه الاولى والوقايه المدنيه والدرك الملكي. هذا زعما احسن الظروف، اولا كاين جميع شروط الحمايه كاينه عندنا من حيث التباعد ديال الناس اللي جاوا يحضروا، المراقبه ديال وضع الكمامه ديالهم واش هي موضوعه مزيان ولا ما موضوعاش، الا كانت قديمه تنبدلوها ليه، تنعقموا ليه اليدين ديالو وتنعبروا الحراره ديالو. الا كانت هذه الاوصاف كلها كامله راه تيدوز العمليه ديال الفحص. كما شاهدوا المغاربه كاملين كافه بانه الملك محمد السادس اول مغربي دار لقاح ضد كوفيد 19،
ضد كوفيد 19، وحتى حنا كموظفين ديال وزارة الداخلية رطأينا باش نكونوا من الأوائل اللي غادي ياخذوا هذا اللقاح ضد هذا المرض الخطير. وكما تعرفون في إقليم الحوز، يعني الأمور الحمد لله ديال التلقيح تدوز في ظروف جيدة، وكاين نظام، كاين واحد الترتيب في المراحل ديال تلقي اللقاح، وكاين حتى الناس الأطر ديال الصحة اللي يجدهم بخير، يعني كيتعاملوا مع الإنسان، مع المريض ولا اللي يدير اللقاح بكل أريحية، بكل هدوء، بكل نشاط. الحمد لله ما مورا ما درت اللقاح ديال كوفيد 19، يعني ما كانش عرف بدون باي حاجه في الجسم ديالي، وما كاين حتى اعراض ديال هذا اللقاح، اللي هي اللي الناس كيهضروا عليها بانه راه كاين اعراض جانبيه لهذا اللقاح، والحمد لله ما كاين اعراض لا والو، يعني حتى سميتو اللقاح داز في ظروف جيده.